السلام عليكم. بهذا الفيديو راح اشرح طريقة اللينير فيدباك شيفت ريجستر. وبهذه الطريقة ينطيني بالسؤال هاي البولينيميال، ويريد من عندي انه هي اطلعها برمتف او نون برمتف. اكو اذا انا مو تطلع برمتف لازم مجموعة من الشروط. السؤال راح ينطيني يذكر لي عدد البتات، هنا ذاكر لي 4 بت. من هذا عدد البتات اللي انا راح اطلعها راح اجي ارسم ذني البلوكات. انا منطيني هنا 4 بتات، اجي ارسم 4 بلوكات. هذا البلوك الاول، هذا البلوك الثاني، هذا البلوك الثالث، هذا البلوك الرابع. اسميهن D0 D1 D2 D3. اجي اسوي فيدباك بين البلوكات، اسوي فيدباك بين البلوكات على اساس هاي المعادلة اللي انا منطينيها. كاتب لي CD تساوي 1 D زائد D4، يعني راح يصير عملية الفيدباك ما بين D 1 اللي هو راح يمثل D0 هنا ترتيبه الاول، والD4 اللي هو راح يمثل لي هذا هنا D3، هذا D4 يعني الرابع، البلوك الرابع. اجي هنا اخذ من D3 اخذ سهم، واطلع سهم من D0 واجمعهن، اخليهن الى عملية XOR بيناتهم عملية جمع، وراح يطلع هذا الناتج منه الى D3 اللي هو يمثل النقطة الرابعة ويمثل الموقع الرابع. من اجيت سويت رسمت هذين البلوكات، اجي اشوف انه انا لازم مش كم مرة اعيد هاي المعادلة البولينيميال حتى تحقق لي برمتف. اسوي لازم عندي هذا القانون 2M ناقص 1. الام هاي قيمة الام راح تمثل لي اكبر اس موجود بهاي البولينيميال. هنا اكتب اكبر اس عندي هو قيمته 4، فاقول 2 اس 4 ناقص 1 يساوي لي 2 اس 4 16 ناقص 1 يساوي لي 15. يعني هاي البولينيميال هاي المعادلة راح تعيد نفسها 4 15 مرة، هتعيد نفسها من الصفر الى ال 15، هتعيد نفسها 15 مرة، وبال 15 اللي هي تمثل لي اعظم اعادة او اعظم دورة راح يرجع لي القيمة اللي انطاني اياها بالسؤال اللي هي 0110. يعني هنا مو راح ابلش بالزمن الاول هو 0، راح يمثل لي القيمة هو 0110 انطاني اياها بالسؤال. اذا انا اطلع هنا القيمة هنا بالدورة 15، الناتج مال هذا القانون بال 15 بالدورة 15، انعاد الناتج نفس اللي طلع لي اللي كان بالدورة الأولى، فأنا أقول هاي البولينيميال هي تعتبر برمتف. إذا ما انعاد فهي ما تعتبر برمتف، أو إذا انعاد بوحدة من ذني الوحدات، يعني مثلا أنا 15 أنا هنا عندي 15 دورة لازم أعيدها، إذا انعاد بالدورة الثامنة طلعني هذا الناتج مو هذا الناتج، طلع الناتج هذا هو نفس الناتج البدائي، فهاي مباشرة أقول هاي مو برمتف. فأنا شرط إنه هي تكون البولينيميال برمتف إنه أنا من أطلع ناتج مال هذا القانون إلى 15 لازم تكون بالدورة الأخيرة فقط يطلع الناتج هو نفسه بالدورة الأولى، ما يصير يطلع الناتج بهذين الدورات الوسطية. هسه أجي أول شي طلعت القيمة، أجيت أول شي طلعت هاي، جيت رسمت البلوكات حسب اللي منطينيها. كاتب لي 4 بتات، رسمت 4 بلوكات اللي هو البلوك الأول الثاني الثالث الرابع، سميت D0 D1 D2 D3. أجي شفت أنا عندي جمع XOR، عملية جمع ما بين D والدي 4. الدي هو راح يمثل الدي 0 لان هو الاول، والدي 4 راح يمثل الدي 3، وطبعا لازم اسميه من دي 0 للدي 3. سويت عمليه فيدباك ما بين هذا الدي 0 وما بين الدي 3 اللي يمثل لي 4 و1، وطلعت قيمه، طلعت سهم فيدباك يرجع لهذا البلوك. جيت سويت كتبت تي دي 3 دي 2 دي 1 دي 0، ابلش من أول سيكونس أو من أول دورة اللي هي صفر، أنزل هاي القيمة اللي منطينيها بالسؤال 0 1 1 0. نزلت هاي القيمة اللي هي 0 1 1 0 اللي منطينيها بالسؤال. أجي أنا عندي عملية XOR ما بين الدي 0، XOR ما بين الدي 0 والدي 3، يعني قيمة هاي هنا الدي 0 صفر، XOR ويا الدي 3 اللي هي قيمتها كذلك صفر. إذا ما دام عندي عملية XOR فنكون المشابهات، يعني 0 و0 يساوي لي 0، 1 و1 يساوي لي 0، اللي يكون المشابهات 0، واللي تكون قيمهن مختلفات يعني عندي 1 و0 يساوي لي 1، 0 و1 يساوي لي 1. فأنزل هاي القيمة المعطينيها بالسؤال، وأجي أقارن ما بين هذا وما بين هذا، 0 و0 ينزل لي يكون الناتج 0، وبعدين هذني أول 3 بتات اللي منطين اياها انزلهن كما هي، هذا صفر يكون هنا بهذا المكان، الواحد يكون هنا، والواحد هذا الثاني راح يكون هنا. هاي خلصت الخطوة الأولى. اجي على الخطوة الثانية، اجي اشوف انا هاي الخطوة الثانية عندي بالتي 1 قيمة هاي هنا 0 وهنا 1،
عندي هنا صفر وعندي هنا واحد، اجي اقارن صفر زائد واحد اكس اور صفر واكس اور واحد، ما دام اثنيناتهن هن مختلفات فيكون الناتج واحد، انزل هنا واحد، وبقية هذين العناصر اول ثلاثة انزلهن بالتساوي، هذا صفر راح يجي هنا، هذا الصفر الثاني راح يجي هنا، والواحد راح يجي هنا. اجي اشوف اقارن كل سيكونس وكل دورة، اجي اقارن هل هو الناتج طلع نفس ما موجود من بدايته، نفس ما موجود معطيني اياه بالسؤال هو البداية، نعم موجود، اذا اكمل الحل بعد. اجي هنا بالسيكونس الثاني، اجي اجمع همات الواحد وهاي الواحد، اسوي عملية اكس اور اللي ما دام متشابهات فيكون الناتج صفر، انزله وانزل ذن الثلاثة جوا، واحد صفر صفر. اجي هسه للسيكونس الثالثة، همات اجوي عملية من اكس اور ما بين الصفر والصفر، اجي هنا اقارن ما دام صفر وصفر اكس اور فيكون المشابهات قيمته يساوي صفر، ونزل ذن الثلاثة كما هو، يعني هنا تكون اسهم صفر هنا تجي، الواحد هنا تجي، والصفر هنا تجي، هاي بالدورة الرابعة. استمر بكل دورة، انا عندي الحد ماتي ما دوراتي من الصفر الى الخمسطعش، الدورات عندي استمر بكل دورة لحد دورة الخمسطعش، كل دورة اجي اشوف من اطلع الناتج اقارنه ويا ويا القيمة الاولى، هل هي متشابهة؟ اذا ما متشابهة اكمل الحل. وصلت اني هنا استمريت بالخطوات، وصلت للدورة الخمسطعش اللي هي نهاية الدورة، طلع لي الناتج صفر واحد واحد صفر، هو نفسه إن القيمة البدائية اللي هي طلع لي الناتج النهائي هو صفر واحد واحد صفر، نفس القيمة البدائية اللي هي صفر واحد واحد صفر، ما دام هاي تحققت الشرط إذن هاي البولونينيا هي برمتف، مو شرط دائما راح يكون ما بين الدي زيرو والدي ثري، حسب هذا القانون اللي راح ينطيني إياه حسب البولونينيا، مرات يكون ما بين الدي تو زائد الدي ثري، او يكون ما بين الدي 0 زائد الدي 3 حسب هو ينطيني اياها. اسوي عمليه اكس اور ما بين ذين القيم، مثلا اذا كان ما بين هاي القيمه وما بين هاي القيمه، اسوي عمليه اكس اور ما بيناتهم وانزل القيمه وذين اول ثلاث بتات راح يكون هذا الاتجاه، انزلهم بالتساوي. هاي الطريقه الاولى من راح تكون البولونيميا هي عمليه اللي هي برمتف، اجي اكتب هنا ذا بولونيميا برمتف، هاي الطريقه تحقق هذا الشرط بالدوره 15، طلع الناتج البدائي القيمة البدائية تساوي القيمة النهائية، وطلع لي كل ذين النواتج الوسطية هي ما راح تساوي ذين، كل النتائج الوسط كلهن ما طلع لي نفس الناتج مال هاي بالبداية، فقط بالدورة الأخيرة طلع لي، فهاي تحقق هذا الشرط.